بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله. يعني ده أول فيديو أعمله بالعربي في الحقيقة، يعني فأتمنى إن شاء الله أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى أولا، وأن يكون في موازين الحسنات، وإن شاء الله يعني ربما يستفيد منه البعض. اللهم آمين يا رب العالمين. أولا كل عام وأنتم جميعا بكل خير وصحة وسعادة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر شهر فرح وبركة وسرور وهناء وسعادة وشفاء، وشهر يزاد فيه الخير ويبعد عنا كل الشر. اللهم آمين يا رب العالمين. لكن يعني قبل أن يبدأ شهر رمضان، الملاحظ في الفترة الأخيرة خاصة على شبكات التواصل، يعني ترى كثير من الناس يعني البعض يقول والله يعني رمضان السنة دي ملوش طعم. وصل الحال بالبعض إنه يقول إن رمضان السنة دي الأسوأ على الإطلاق. طيب إحنا كده نقعد كده مع بعض ونفكر يا جماعة في الكلام اللي إحنا بنقوله، تمام؟ ونتذكر أولا قول الله تعالى في سورة قاف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل هذه الأقوال يعني في موازين حسناتنا أم في موازين سيئاتنا؟ أولا نضبط القول بشكل جيد ونشوف، تمام؟ طيب إيه هو، إيه اللي حصل، إيه الغريب في رمضان؟ ليه بعض الناس إذا نظرت إلى صفحاتهم أو إلى منشوراتهم يعلوها الحزن والكآبة؟ يعني بلا شك، وأنا واحد الناس كلنا تأثرنا ونشعر بنوع من الحزن، لأننا لن نصلي التراويح وكذلك صلوات الجمعة في المساجد. لكن أولا هذا قضاء الله سبحانه وتعالى، تمام، وأمر الله سبحانه وتعالى، وكما قال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، وإن أمره كله لخير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن في حالة الفرح شاكر الله سبحانه وتعالى، وفي حالة الابتلاء هو صابر. طيب إخواننا وأخواتنا اللي بيقول لك والله شهر رمضان هو الأسوأ ورمضان كذا، طيب ليه؟ إيه الحكمة؟ هل لا قدر الله يا أخي الكريم أخبرت بعدم القبول؟ الحمد لله لا. هل أغلقت أبواب الجنة في رمضان؟ الحمد لله لا. هل أخبرنا الله تعالى أن في هذا العام لن يكون هناك عتقاء من النار؟ الحمد لله لا. هل أخبرنا أن باب الريان أغلق؟ الحمد لله لا. هل أخبرنا أن ثواب إفطار الصائمين لا يقبل هذا العام؟ الحمد لله لا. طيب إحنا ليه يعني مكبرين الموضوع، وليه البين الدنيا كلها حزن وكآبة؟ أليس رمضان هذا هو طيف من عند الله سبحانه وتعالى؟ هل هذه هي الطريقة المثلى لاستقبال نعمة الله سبحانه وتعالى؟ هو ربنا سبحانه وتعالى مش بيقول لي في القرآن: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون؟ فضل الله وبرحمته سببان من أسباب الفرح، والله سبحانه وتعالى يعني يحب أن نستبشر بفضله ونعمه وكرمه. وخير مثال في هذا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما نحن فيه الآن من وباء كورونا هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه وأن يعافي كل مبتلى وأن يحفظنا جميعا مسلمين وغير المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. يعني ربما لا يقارن بما لاقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياته من تعب ومشقة. هديك بس يعني آسف بس مثال أو قصة كده صغيرة، تعالوا كده إيه نرجع بالتاريخ إلى الوراء، إلى الوراء كتير أكثر من 1400 سنة في غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى يتحدث فيها وصف دقيق لما أصاب المسلمين. تقول السورة: هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان الابتلاء عظيم في هذه المعركة. ماذا كان رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وأسوتنا وقدوتنا وحبيبنا وأمرنا أن نتبعه؟ هل قعد كده مع أصحاب الأم: يا عفين يا جماعة، يا أبو بكر، يا عمر، يا علي، يا عثمان، يا أبو عبيدة، إن السنة دي هي من أسوأ السنوات، أنتوا عارفين إن الغزوة دي هي الأسوأ على الإطلاق؟ لا، لم يقل ذلك، ولا يقول، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك وهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة. إنما كان إيه؟
كان في حفر الخندق في صخرة كبيرة لا يعني لم يستطع أن يكسرها الصحابة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتي له بأداة مثل المعول أو الفأس أو نحو ذلك، تمام؟ فبدأ بصوا كده النبي كان بيعمل إيه وكيف ينشر البشر والفرحة بين الصحابة على عكس ما يفعله البعض الآن، حتى في بعض الناس سبحان الله يعني جاه نوع من الانقباض والكآبة في شهر رمضان، لأن من كثرة سبحان الله هذه المنشورات والتعليقات، فأول حاجة النبي يبث روح الطمأنينة والفرحة والبشر في صفوف المسلمين وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم، فيمسك بالفأس أو نحوه ويروح يضرب كده ضربة في الصخرة الكبيرة دي فيخرج منها شرر، فيقول الله أكبر إني أرى قصور الشام من هنا، تفتح في الضربة الثانية الله أكبر إني أرى قصور فارس، الله أكبر إني أرى كذا وكذا. وصفه أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قال ما رآني صلى الله عليه وسلم إلا وهو متبسم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا في الحديث الصحيح أن التبسم في وجه الآخر باب من أبواب الصدقة، حينما تحدث عن العديد من أبواب الصدقة، هناك من يتصدق بالمال وهناك من يتصدق بالطعام، طيب في واحد ما عندوش لا ده ولا ده يعمل إيه؟ وتبسمك في وجه أخيك صدقة، إنك تتبسم كده وتحاول تبشر الناس. يعني أنا بشوف بعض المنشورات بعض الناس ما لهمش 24 ساعة، يعني غير موضوع كورونا يا أخي اتق الله ودعنا نتنفس قليلا وأعطنا جرعة من الأمل وأعطنا يعني قدر من رحمة الله سبحانه وتعالى التي قال عنها عز من قائل ورحمتي وسعت كل شيء لا تقنط الناس من رحمة الله تعالى. نعم أكرر نحن تأثرنا ونشعر بقليل من الحزن، ربما لا نؤدي التراويح في المسجد لكن نؤديها في بيوتنا. هي التراويح يعني هل لو صليت في البيت خطأ؟ لا بالعكس، والله هناك كثير من الأحاديث تتحدث عن فضل الصلاة في البيت. اسمعوا إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني من الأفضل أن تؤدى النوافل في البيت إلا طبعا الصلاة المكتوبة، لكن طبعا يستحب التجمع على صلاة التراويح، لكن هذا العام للظرف الذي نعيشه لن نؤدي التراويح في المسجد. الحمد لله على كل حال كان من هدي صلى الله عليه وسلم ما تأفف مرة، وما روي عنه أنه كان ضجرا أو كان ملولا أو كان يشعر بنوع من الكآبة صلى الله عليه وسلم، إنما كان ماذا يقول؟ الحمد لله على كل حال. نكرر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن فضل صلاة النافلة في البيت، فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل وحده 25 درجة، دي الصلاة المفروضة، تمام؟ وفضل صلاة التطوع في البيت على فعلها في المسجد كفضل صلاة الجماعة على الفرد. يعني أنا لما بصلي النافلة سواء كانت مثلا سنن أو هذا العام للظرف الذي حل بنا أصلي التراويح، يبقى فضل صلاة النافلة في البيت زي بالضبط فضل اللي بيصلي جماعة في المسجد كاللي بيصلي في البيت، فاهمين؟ يعني صلاة الجماعة في البيت آسف صلاة النافلة سواء كان سنن أو تراويح أو قيام ليل أو تهجد أو نحوي، طيب ده أنا بالعكس هي أنا من هذه المحنة تستخرج المنحة، أجعل سبحان الله مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي في القرآن الكريم واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. بيتي عندي ركن كده صغير، عندي زاوية، عندي ممكن أجيب كم سجادة صلاة مثلا وشوية مصاحف كده وأجمع أولادي أهل بيتي وزوجتي تعالوا يا جماعة فليكن هذا العام رمضان مختلف، نستفد من هذه وهي ليست يعني محنة إنما هي يعني ابتلاء يسير من الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله على ذلك. وأعلمهم صلاة التراويح، تعالوا يا شباب، تعالوا يا إبراهيم، يا محمد، يا علي، يا عمر، يا يوسف، تعالى كده نصلي. وخليهم لو هم الأولاد كبار عندهم 10-12 سنة ويحسن أمور الطهارة ونحو ذلك، يلا يا حبيبي إيه رأيك تصلي بي النهاردة ركعتين؟ طب صلي أربعة، وهكذا نتبادل الأدوار ويصلوا الأولاد ونشعر في جو عائلي سبحان الله يعني جميل ورائع، ونؤدي سنن كان يؤديها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى يا جماعة لا داعي للحزن ولا داعي للكآبة ولا داعي أن نقول ألفاظ يعني ربما والله نعاقب عليها. انظروا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين، الشباب اللي هم يقول لك إيه والله رمضان ده الأسوأ، ولا والله ربما يكون هو الأحسن عند الله سبحانه وتعالى. ربما أنت تكون في هذا العام من المقبولين، ربما تكون في هذا العام من العتقاء،
ربما أطال الله في عمرك عاما أو إن شاء الله أعوام عديدة يا رب العالمين حتى تكون من أهل الريان. ربما هذا العام مخصوص هو العام الذي تغفر فيه جميع ذنوبك وتكون جارا للنبي صلى الله عليه وسلم. من أدراني؟ انظروا إلى هذه الأقوال اللي احنا بنسمعها كل شوية. تمام، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. يبقى لا نسب لا دهر، ولا أقول سنة 2020 سنة كذا، الأيام كلها بيد الله سبحانه وتعالى، كل ما يأتي من عند الله خير، قل كل من عند الله، هكذا علمنا القرآن. ويقول الله عز وجل أيضا في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر. يا دعام مش عارف شكله إيه دي سنة 2020، مش عارف، هذا الكلام لا يجوز. تمام، فلا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما. يبقى الأمور يا جماعة كلها بيد الله سبحانه وتعالى. أنتوا عارفين إحنا ممكن نتعلم درس عظيم من هذا الموضوع، نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعة المساجد اللي البعض منا كان أحيانا كده يكسل ويسمع الأذان ويروح يصلي، إحنا الآن يعني نذوب شوقا إلى المساجد. كم كنا في نعم، نرتع في نعم الله سبحانه وتعالى، وكنا نأخذ هذه النعم يعني كأنها إيه، شيء أمر مسلم به. لا، ليست أمر مسلما به، إنما هي نعم من الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله. فربنا سبحانه وتعالى نزعت هذه النعمة ربما لبعض الوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود. فلما نرجع إن شاء الله كده للمساجد بإذن الله، وصلى الله أن عسى أن يكون قريبا، نرجع كده بكل قوة وكلنا شوق إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، وكلنا شوق إلى العبادات، من جمع من 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 إن شاء الله. يعني إن أدركنا بعض من التراويح هذا العام خير وبركة، إن لم ندرك فالحمد لله على كل حال، نسعد للعام القادم إن شاء الله. فكل قضاء الله سبحانه وتعالى خير. تذكروا أن الركن الأخير من الإيمان وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالقدر قد يكون خير وقد يكون أحيانا شيء يعني قد يكون صعب أو شاق على النفس. يبقى نحمد الله سبحانه وتعالى ونتذكر نعم الله سبحانه وتعالى، ولا نتضجر ولا يعني نشعر بالملل من أي شيء، إنما هي فترة إن شاء الله وتعدي كده على خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى فيها إيه يعني تقبل إيه منا ومنكم. فلنستبشر ونفرح بقدوم هذا الشهر العظيم، وندعو الدعاء: اللهم أهله علينا بالإيمان واليمن، ربي وربك الله، شهر حكمة وشهر خير، وكذا وكذا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة نفسهم كانوا يستبشرون بقدوم رمضان. ما تخليش يعني نصيحتي ليكم جميعا، ما تحاولش، ابعد عن الأخبار شوية، خذ كده يوم يومين بعيد عن الأخبار، والله ستسعد وبالك ارتاح إن شاء الله. وفي شهر رمضان، رمضان ده مع شهر عبادة يا جماعة، ربنا قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلنحدد من استخدام التلفزيون، في برنامج جيد، في برامج ممتازة في رمضان أشوفها، إنما مسلسلات وأفلام هذه مضيعة على الوقت، وسأحاسب على الوقت أمام الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا أخذ كده أعمل لنفسي خطة من الآن، ده هو رمضان خلاص، النهاردة الأربعاء بكرة الخميس، ما فيش وقت. تمام، من الآن تكون لدي خطة، كم مرة حقرأ القرآن، حصل التراويح كام؟ طيب 8، طيب 12، طيب 20، طيب أصلي بإيه؟ أصلي من المصحف، أصلي بالسورة اللي أنا حفظها يعني، وهكذا. تمام، ومعلش برضو عشان يعني ما لا أضيع عليكم، ما ينفعش يا جماعة الصلاة خلف مذياع راديو تلفزيون فيسبوك، حد يعمل زوم، حد يعمل ما أعرفش، هذا لا يجوز. ده بإجماع يعني اتحاد علماء المسلمين والمجلس أو مجمع البحوث أو المجلس الشؤون الإسلامية، يعني في أكثر من جهة قالت إن هذا الأمر لا يجوز. فبالله عليكم يا جماعة خلينا نلتزم بديننا كما عرفناه وكما علمناه من سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا نبدأ فيه ولا نأتي بأشياء لم يفعلها لا الأولون ولا الآخرون. استبشروا بشهر رمضان المبارك، وأحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ما نخليش أنا ربنا أنعم علي بمئة نعمة نزعت منها نعمة ما زال عندي 99، أستمتع بهذه 99 إلى أن يأذن الله سبحانه وتعالى وتعود إيه النعمة الأخيرة، وتعود إن شاء الله لنا صلاة الجماعة، وتفتح المساجد عما قريب إن شاء الله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، وكل عام وأنتم وأمتنا الإسلامية جميعها بكل خير ويمن وبركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم الصيام والقيامة، وأن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.